بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى نكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين وكذبوهما فعززنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا ضائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني إليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعة شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومي من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا أسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا مهضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا منه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. فآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا ملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. إذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آيات ربهم إلا
كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا نطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. لا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة إذا هم جميع لدينا منظرون. اليوم لا تظلمون شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ألم أهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم ما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمر ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمنا الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. ينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. ولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. فدللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. لهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون. اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم فهم لهم جند محضرون. ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. ولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة إذا هو خصيم مبين. ضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا إذا أنتم منه توقدون. وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق أجلهم بلى هو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن ويكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستودعك ونستودع ديننا وأنفسنا لنا ولدنا كل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا إياهم في كنفك وأمانك وجوارك وأن يهديهم كل شيطان مريد وجبارنا نيد وأدعائنا وأدعيب أيها من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا التقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. وغفر لنا والدينا لأولادنا وشيخنا لإخواننا وأهل الدين لأصحابنا وأبنائنا لمن أحبنا فيك لمن أحسن إلينا وللمؤمنين المؤمنات المسلمين المسلمين رب العالمين. وارزقنا عمل المتابعات الحسنة صلى الله عليه وآبادنا وبها سلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.